سلام كوكو تو الموند، نهاركم زين، نهاركم مبروك. الوغ كيما العادة والفولي شاك ويكاند نوضو على ريحة لي كرواسون ولا ريحة لي بريوش. الويكاند هذا البارح السبت عملت لهم، ولا لو البارح بلوتو وجدتو، واليوم غدوة بالسبت طيبته لهم على الصباح. هادو ما سي لي كرواسون، درت لكم اليوم غسات جديدة، انجح وصفة نتاع لي كرواسون تقدروا تعملوها بكل سهولة، ويجيوكم دي كرواسون بلوتو مورقين يهبلوا. الوغ تبعوا معايا لا غسات. بون لهنا اشوفوا انا راني رايحه نديرها في الـ في الـ في, في الغوبو، انتم تقدروا ديروها بيديكم. بون لهنا نحطوا ابري كاس نتاع حليب دافي، ديروا كاس حليب دافي، نحط عليه كما انا عندي مازال عندنا البرد احنا في جهتنا، دونك نحط عليه مغرف معمره نتاع خميره. انتم الى عندكم سخانه نقصوا الخميره ما تكتروش. لهنا رايحه نزيد عليها 3 مغارف وشويه نتاع السكر، 3 مغارف معمرين بومبي، معاهم يا اما نص مغرف يا اما مغرف اغا نتاع سكر. بيان سور راني نهضر على المغرف نتاع الماكلهنا. بون نحركهم ونخليهم يخمروا شويه. الوغ بعد ما يخمروا تتفاعل هذيك الخميره تاعي مع الماء الدافي. ديما نوصيكم ونقول لكم ديما ديروا الماء دافي، ما ديروه ني بارد ني سخون ياسر، في زوز راه ما يصلح لكمش ويقتلوا الخميره. الوغ لهنا واش رايحه ندير؟ بعد ما خمرت هذيك الخميره تاعي تفاعلت، نحط عليها زوز عدمات ولا زوز بيضات، نحط البيض كامل، ما نديرش الابيض ولا، نحطهم كاملين. لهنا عندي الملح. بون الملح راكم تعرفوا لازم نملحو عادي، سينو يجينا لي كواسون تاعنا يجيونا ماستين. الوغ لهنا عندي 80 غرام نتاع زبده، 80 غرام نتاع زبده. الزبده هذه ولا مارغرينا كيما تحبوا نتوما، انا ديما نقول زبده نسمي زبده، بصح نتوما كتود عندكم لا مارغرين من النوعيه المليحه وي بوركوا با. الوغ المارغرين تاعي ولا الزبده لازم تكون طريه، دو فاسون اسكو كي نحط عليها الفرينه تتمتم تتعجن لي وتتخلط لي معاها، ما لازمش تكون يابسه، لازم تكون كيما نقولوا بحراره المطبخ ولا ا تمبيراتور امبيونت. نخلط كلش بالفوي انا بهذاك لو كروشي بلوتو، ونبدا نحط في الخميره نو في الفرينه تاعي. الوغ لهنا هذه المقادير راهي نتاع كاس نتاع كيلو نتاع كيلو نتاع فرينه، كيلو نتاع فرينه نعملوا عليها كاس نتاع حليب، زوز عظمات ولا بيضات، ونحط عليهم 80 غرام نتاع زبده. هذوما راهم يلموا لي كيلو نتاع فرينه. الى انتم الفرينه تاعكم ما تشربش هاكم عبالكم واش تزيدوا، ها يا اما تنقصوا الحليب يا اما تزيدوا في الفرينه انتم والنوعيه، بس هذه راهي فرينه عاديه، ديروا انتم المقادير هذه اي اون فيغا. الوغ دركا راح نديرها بالكروشي هذاك، نعجنها مليح مليح مليح، الا مشكم تخدموا فيها كيما انا ديروها بيديكم ماهوش مشكل، خلاص راهي ما تطلبش لي كرواسون ما يطلبوش باش نعجنوهم مليح كيما لي بريوش. لي بريوش لازم يتعجنوا مليح باش تجيكم كي يطيبوا يجيكم خفاف. باغ كونطخ لي كرواسون نو، جوست تلم العجينه تاعنا اي سي تو. هاكم تشوفوا فيها العجينه لازم تكون حاكمه روحها، ما لازمش تكون طريه. فوالا انا لميتها كيما هكا، هاكم شفتوها على كونسيستونس، بصح يفو با نطريوها خاطر راح نزيد نحط لها الزبده انا من بعد باش نورقها راح تزيد تطرالي. دونك ها هي راكم تشوفوا فيها كيما كي نديروا العجينه نتاع الرخسيس، راهي تاع الرخسيس ما تجيش كيما تاع المطلوع. دونك ها هي لا كونسيستونس تاعها لازم تكون حاكمه روحها مليح. سي بور سا قلت لكم الى انتوما والنوعيه نتاع الفرينه، الى شفتوها مازال تطريه زيدوا الفرينه وراي ما تاثرش على لا غوسيت نتاعنا. خلاص فوالا دركا واش رايحه ندير لها؟ رايحه نلمها ونحطها في ان فيلم اليمونتير.
ونحطها في الفريجيدار. وعلى نحطها في الفريجيدار هنا على خاطر هي درك راهي سخونه، سخونه بالماء الدافي، سخونه بالزبده هذيك الطريه، وسخونه من العجين. العجين راهي تسخن العجينه تاعنا، وانا لازمني العجينه تاعي تكون بارده على خاطر راح نحط عليها الزبده تاع الفويتاج. درك نوريها لكم انا اللي نخدم بها لهنا، هذه نوعيه جديده لقيتها صدفه هكاك، ومن راني هذيك اللي نشري فيها كسوسوا. درك نوريها لكم من بعد كسوا باش ندير الكاطو ولا ندير لي بغيوش نتاعي. الوغ لهنا نحطها في السيلوفان، ما عندكمش سيلوفان ماهوش مشكل، نحطوها في ان ساشي. المهم ما تحطوش في ساشي كحله، لي ساشي نوار ردوا بالكم راهم ماهمش صحيين. الكحول الاخرين ما كانش مشكل، بصح ان ساشي نوار سافو دير ماهوش صحي، خلاص ما تحطوش فيه الماكله. دونك خليتها في الفريجيدار واحد النص ساعه جست بردت بركه باش نقدر نحلها انا. نحط عليها وسي الزبده تاعي، وما تدوبليش الزبده كي نحطها ما تطراش. دونك لهنا رايحه نحلها بالقراص، نحلها درك تشوفوا لي بيسور نتاعها قداش. هي راهي كيلو نتاع فارينة، هدية كيلو دارت لي ما شاء الله اوبوان لي قسمتها انا. انا هذه هي الزبدة اللي انا نستعمل فيها لهنا، راهي نشري فيها من الدي، نشري فيها من الدي. الوغ نتوما اللي ما عندكمش الزبده هذه تشوفوا الزبده ولا لا مارغارين اللي هي 82% 82% ديما نقعد نقولها لكم. الوغ كيلو تاع فارينه راني نحط عليه رطل نتاع زبده، كيلو فارينه رطل زبده كسوسوا في لي كرواسون ولا في لاباط فيتي ولا العجينه المورقه، لازم هذه المقادير نتاعها. كيلو فارينه رطل زبده ديما. لهنا عندي راح ندير رطل زبده انا، راكم شفتوا زوز تاع نص رطل، ربيتهم على سيرفاس اللي هي ابيبري واحد زوز مليمتر 2 مليمتر نتاع ليبيسور ولا الخشن نتاع العجينه تاعي. ومن بعد ندير عليهم نحل ندير عليهم هذيك نربي عليهم الزبده تاعي اللي كانت في الكونجيلاتور. الزبده راهي لازم تحطوها في الكونجيلاتور قبل ما تخدموا بها، سينو ما تقدروش تربيوها خلاص رايحه تدوب وكلش. بعد ما درتها ابلاتيتها، حطيت شويه فرينه في يديا كيما كنتو تشوفوا وابلاتيتها، ودركا انرولي العجينه نتاعي على هذيك الزبده. هذه لا ميثود هذه انا تعلمتها من عند الاخت هند، ديما نقولها لكم نقعد نقولها على خاطر راهي ميثود هذه لا ميور، احسن طريقه ندير بها يا اما لي كرواسون يا اما لا بات فيتي، راهي احسن طريقه واسهل طريقه وتجيكم طريقه ناجحه 100% بشرط تتبعوا الخطوات خطوه بخطوه. فوالا دركا بعد ما روليتها نعاود نحلها، نحل العجينه تاعي حليتها دركا نزيد نعاود نطبقها. الوغ كي نطبقها ندير طرف صغير وطرف كبير باش ما تجينيش الحله هذيك تجينيش في النص، ونزيد نعاود نطبقها مره اخرى. دركا نحطها في الفيلم اليمونتير ولا في ساشي كيما حبيتو نتوما، ونعاود نرجعها للفريجيدار. لاباط نتاع لي كرواسون ولا تاع لي كرواسون فوالا راهم فيهم الخميره، بصح ما نحبهاش تخمر لي انا، مانيش باش نخمر العجينه تاعي، انا حبيتها جوست تبرد. لحد الان راني ما خليتهاش خمرت خلا، راني من الاول وانا نحط فيها في الفريجيدار. العجينه تاع لي كرواسون راهي تخمر مره واحده كيما نقولوا احنا بالدرجه تاعنا، تطلع مره واحده تاع لي كرواسون ولا تاع لاباط فيتي راه ما فيهاش الخميره، دونك ما تطلعش خلا. الوغ درك نعاود نحطها في الفريجيدار، حطيتها في الفريجيدار وجبتها ابخي اون فادير ساعه لهنا باسكو هي بدات تتفاعل. درك واش رايحه ندير؟ رايحه نقسمها على خاطر راهي ياسر. هنا راني قسمتها ونعمل بها لي كرواسون نتاعي، الوغ الطرف الاخر راني نخليه دو كوتي، وهدايا النص الاخر راح نعمل به لي كرواسون. درك تشوفوا كيفاش يجي، هاو التوريق كيفاش هنا راهي بدات تخمر لي. الوغ نحطها دايوغ برد الحال، راني لبست التريكو لا كانوا ماركيتو لهنا. با
بون الاخر راح نرجعوا الفريجيدير نقدر نستعملو اليوم وغدوة ولا دو جوغ ابخي، بصح الى فتو كيما نقولوا راح تستعملوه منا لسمانه راكم تحطوه في الكونجيلاتور، لا بات فيتي ولا لا بات نتاع لي بريوش ولا لي كواسون راكم تحطو تنجمو تحطوها في الكونجيلاتور، نهار اللي تسحقوها تجبدوها ربع سوايع ثلاث سوايع قبل باش تذوب لنا. لهنا رايحه نحلها، لا رايحه نحلها، انا نحلها على شكل مستطيل، ما نجمش نعملها دائريه على خاطر راهي دايره مقصوصه ديجا ماهيش مقصوصه مدوره. لا هذا واش نقصد نقول لكم. الوغ لهنا هذه العجينه تاعي هاكم تشوفوا فيها واحد 2 3 ملم ماكسيموم ماكسيموم دو توت فاسون، بعد درك تشوفوني كيفاش رايحه نجبدها. الوغ الحاشيه هاكم تشوفوا درك نعمل بها حاجه اخرى، مانيش ان كرواسون مانيش رايح نطيشها الحاشيه، ودرك نقص المثلثات. هنا راني نقص فيهم نيمبورت كوما، واحده كبيره واحده صغيره كل واحده كيفها. المهم راهم جاوني دي كرواسون هايلين درك تشوفوه من بعد، والبنه راهي 100% خير من تاع البرا، خير من تاع البرا. دايغ احنا عندنا هنا في فرنسا الى الناس اللي ساكنين هنا ديما في لاغار ولا في لي ستاسيون تاع المترو نشمو ديما ريحه الكرواسون. الوغ في داري نهار هذا راهي ريحه لاغار ولا ريحه ريحه لا ستاسيون تاع المترو نفس الشيء. الوغ هذا المثلث، هذا لو تريانجل تاعي، شوفوا كيف راح نعملو. الوغ ديما حلوهم من تحت، ديروا امتيت كيف يقولوا اوفرتور هكا ولا جو سي با، من تحت حلوها باش يجيكم لو كرواسون مدور، ومن بعد تحكموا تجبدوا العجينه طوطوها مليح باش يجيكم تجيكم مروليا ياسر. درك هاكم تشوفوا الوغ كي دوروا الكرواسون دوروا وجبدوا على جنب. فوالا هذه الكعبه الاولى نتاع لي كرواسون انتاعي، ها هي الاولى. تحبوا تدوروها كيما هكا، هو ان كرواسون اسمه سافودير هلال، دونك ندورها انا، ولا تحبوا تخليوها كيما درك تشوفوني الاخرين نديرهم ما ندورهمش نخليهم قد قد ويجيو كمام مدورين من بعد كي طيبوا يدوروا وحدهم. الي الوغ نعمل الفتحه هذيك صغيره بتيت اوفرتور، تقصوها بالسكينه ولا كيما تحبوا نتوما. نطول نكسل العجينه تاعي، نديرها بوينتو من فوق ونبدا. شوفوا هاني نحل فيها بيان لهنا، الوغ كي تحلوها اجبدوا على جناب، جبدوها على جناب، راني نوري لكم باش ما نوري لكم كيما هكا باسكو او جوست عند راسي لا رينغ لايت، دونك سي ان بو كومبليكي ليا. لهنا ما دورتهاش خليتها قد قد. فوالا الكعبه الاخرى درت الكعبات الكل كيما هكاك، الكعبه هذيك تاع الجناب زوج طروفه تاع الجناب حطيتهم فوق بعضاهم وحليتهم ودرتهم كيما هكا دي كرواسون باش ما نطيش العجينه تاعي ولا نديرها نيمبورت كومون. فوالا تابعوا معايا شتو كيف نحلها، وكي تدوروها دوروا ديما وانتم تكسلوا على جنب، انا لهنا راني جوست نزرب باش نوري لكم. فوالا هادو هما لي كرواسون كيفاش عملتهم انا. تابعوا لا غوسيت راح تجيكم اون غوسيت تاع لي كرواسون تجيكم تهبل تهبل. الوغ لهنا حطيتهم في الصينيه نتاع الفوغ يخمروا، لهنا رايح نحطهم يخمروا، حطوهم يخمروا لهنا واحد الساعه ساعه ونص ساعتين، انتما والطقس اللي عندكم، انتما والحراره اللي عندكم. فوالا لهنا نخليهم لهنا، بعد ما خمروا نحط عليهم العظام، راكم تشوفوا فيهم تنفخوا شويه، راهم خمروا تقدروا تقولوا مره واحده. الوغ نحل نحط عليهم العظام من فوق، بدي جونيهم بشويه نتاع دام ونحطهم يطيبوا على 200 دوغري، على 200 درجه. لا بات فيتي ولا العجينه اللي فيها الخميره راهي تحب السخانه ياسر باش تطلع، باش تجينا مفخفخه وما تجيناش معجنه. الوغ نخليهم على 200 دوغري، كي نشوفهم طلعوا مليح وجست يبداو يحمروا نهبط في لا تمبيراتور نديرها 180،
من 210 مينوت ابري ولا نهبطها ل 180 دوغري ونخلي لي كرواسون تاعي يطيبوا في عقلهم وراح يجيكم دي كرواسون كيما هادوما يهبلوا. لهنا راهم بداو لهنا راني رايحه نقص عليهم لا تمبيراتور، لهنا نقص عليهم نقلبها 180 ونخليهم يزيدوا يطيبوا شويه. هادو هما لي كرواسون تاعنا بعد ما طابوا، الريحه والبنة ما نحكي لكمش، مي فريمون ما نحكي لكمش عليهم، راهي فريمون جاوني دي كرواسون يهبلوا يهبلوا. تبعوا لا غسيت، انا دابيتود ما نحطش فيهم لا دام، بصح المره هذه راهم حطيت فيهم. شوفوا زي واش جاهم، مازالوا سخونين، شوفوا التوريق زي واش خفاف 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 خفاف. لو بلاطو هذا راهو فض في الصباح، قعدت سنيت بنتي حتى جات مع ولادها كلاو معنا فطروا معنا في الصباح وجاو فريمون هايلين. هاني ودرك نقول لكم الى جربتوهم وكليتوهم عطيوني رايكم فيهم وتوكلوهم ان شاء الله بالصحه والهنا. ودرك ما بقى لي غير نقول لكم في الامان وتبقاو على خير، وما تنساوش تهلاو في رواحكم. الى عجبتكم لا فيديو لايكيوها بارطاجيوها، ولا تشوفوا في لاشين هذه ابو لا بروميير فوا وعجبتكم ما تنساوش تابوني فيها الى ما راكمش ابوني. ونقول لكم غرو بيزو اي او بليزير ان شاء الله.